سلم ايديكي. صحة وعافية. صبي له شاي لجوزك بنتي. على فكرة هي من عاداتنا، دائما مع الفطور بنشرب كاسة شاي خمير طيبة كتير وطعمتها غير شكل. اي كلامك صح. انا رح افتح. محمد قلت لأمره أسلم عليكي، شو هالمفاجأة الحلوة؟ شكراً لك، إجيت زيارة لهم. أهلين فيك، قلي كيفك؟ نين، ما في تغيير بنوب، أنا بدي أسألك، قلي لي شو أخبار اسطنبول معك؟ قطفتهم من البستان، أول تفاحة من شجرتك. يسلموا إيديك، كتير بحبه. مين بتحب هاي؟ يا ترى بتعرفي مين اللي على الباب؟ هالشب اسمه محمد، بيكون رفيق طفولة ريحان وربيو هن الاثنين سوا. ريحتها بتجنن. ايه كأنك رجعتي بسرعة لهون، اشتقتي للطيعة؟ ايه طبعا، تعرفني متعلقة فيها، مشتاقة كتير لهواها ولبيتي وحتى للكل. محمد رفيق طفولتي. أمير مو هيك؟ مرحبا. نصيبنا نتعرف اليوم. أنا بحب التفاح يلي بيطلع بالربيع. يسلم إيديه جبلي منه. أنت محظوظ كتير، ريحان إنسانة رائعة، حتى الكل هون بالضيعة بيحبوها. ريحان بتكون ملاك هاي الضيعة. محمد، ليش واقف على الباب؟ ابني فوت لجوا خليني شوفها. تعال، مساوية شاي تازة، اشرب كاسة ودفي حالك. تمام، ما رح أكسفك.